واصل مع التمارين. التمارين اليوم مأخوذة من ليزيكزيرسيس ديال شعبات اس ام اي ا بالنسبة لدرس لينوفغيير، وكذلك يمكن يستفدوا منها تلاميذ الأولى بكالوريا في درس المنطق. ونبدأ مع أول تمرين. دونك بين أن مهما يكون إكس من إر أو إكغيك من إر، فإن القيمة المطلقة لإكس زائد إكغيك أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس زائد القيمة المطلقة لإكغيك. ونتيجة هذا البرهان سنحتاجها في السؤال الموالي. دونك بالنسبة ل نعتمد على البرهان في وصل الحالات. إذا كانت عندنا الحالة الأولى سي إكس زائد إكغيك أكبر أو تساوي زيرو، فكنعرف أن القيمة المطلقة لهذا التعبير اللي أكبر يساوي زيرو، دونك فهو كيساوي لنا إكس زائد إكغيك اللي هي بطبيعة الحال أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس زائد القيمة المطلقة لإكغيك. الحالة الثانية سي إكس زائد إكغيك أصغر أو تساوي زيرو، فالقيمة المطلقة لإكس زائد إكغيك فهي كتساوي لنا ناقص التعبير ديال إكس زائد إكغيك اللي كتساوي لنا موان إكس زائد موان إكغيك، وهذه فهي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لموان إكس اللي هي القيمة المطلقة لإكس نفسها زائد القيمة المطلقة لموان إكغيك اللي هي القيمة المطلقة لإكغيك نفسها. دونك في كلتا الحالتين قلنا القيمة المطلقة لإكس زائد إكغيك فهي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس زائد القيمة المطلقة لإكغيك. وبصفة عامة كما رأينا في التمرين السابق، فإن القيمة المطلقة للمجموع ديال سيجما من إي كيساوي واحد جوسكا إن ديال إكس إي فهي أصغر أو تساوي مجموع ديال سيجما من إي كيساوي واحد جوسكا إن ديال القيمة المطلقة لإكس إي. وننتقلوا الشق الثاني من التمرين. برهن أن مهما يكون إكس من إر وإكغيك من إر، فإن القيمة المطلقة ديال القيمة المطلقة لإكس ناقص القيمة المطلقة لإكغيك أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك. دونك هنا كنعرفوا أن القيمة المطلقة لإكس فهي كتساوي لنا القيمة المطلقة لإكس غنقصو إكغيك ونضيفوه لم نفعل شيئا. ونستغلوا نتيجة السؤال السابق، هذا نعتبره مثلا غرونت إكس، فهي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك زائد هذا نعتبره غروند إكغيك زائد القيمة المطلقة لإكغيك. ومنه دونك قلنا دونك القيمة المطلقة لإكس، هذا القيمة المطلقة لإكغيك رجعها على الطرف الثاني تصبح موان القيمة المطلقة لإكغيك، فهو أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك. هذه نسميها نجمة. بنفس الطريقة القيمة المطلقة قلنا أوسي القيمة المطلقة لإكغيك فهي كتساوي لنا القيمة المطلقة لإكغيك موان إكس نقصو إكس ونضيفو زائد إكس، فهي أصغر أو تساوي هذا نعتبره غروند إكس. وهذا دونك حسب نتيجة هذا السؤال، هذا هي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكغيك موان إكس زائد القيمة المطلقة العدد زائد القيمة المطلقة لإكس. دونك وبالتالي القيمة المطلقة لإكغيك هذا القيمة المطلقة لإكس رجع على هذا الطرف موان القيمة المطلقة لإكس، فهي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكغيك موان إكس فهي نفسها القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك إكس موان إكغيك. لقيت القيمة المطلقة لإكغيك موان إكس كتساوي لنا القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك، هذه نسميوها نجمتين. دونك من نجمة ونجمتين كنستنتجو عندنا الماكس العدد الأكبر في هذين التعبيرين. الماكس ديال إكس موان إكغيك القيمة المطلقة لإكس موان إكغيك القيمة المطلقة لإكغيك، ها هي نجمة الماكس ديالهم. وهنا نجمتين ديال القيمة المطلقة لإكغيك موان القيمة المطلقة لإكس، فالماكس ديالهم أيهما أكبر فهو أصغر أو
يساوي القيمة المطلقة لـ x موان y، هاي بجوج، لا x لا القيمة المطلقة لـ x موان y أو القيمة المطلقة لـ y موان x فهي أصغر أو تساوي x موان y، الماكس ديالهم العدد الكبير فيهم، والماكس ديال القيمة المطلقة لـ x موان y والقيمة المطلقة لـ y موان x هو هي دونك ما هي إلا لا فالور أبسولي دو إكس ديال القيمة المطلقة لإكس ناقص القيمة المطلقة لإكريك، أو يمكننا نكتبو كذلك لا فالور أبسولي ديال القيمة المطلقة لإكريك موان القيمة المطلقة لإكس نفس الشيء، دونك أصغر أو تساوي القيمة المطلقة لإكس موان إكريك، ومنه النتيجة المطلوبة حنا برهنا عليها. وننتقلو الآن للتمارين التي تتعلق بلينومغ إيغاسيونيل. بالنسبة للتمرين الأول مونتخي كو جذر 2 زائد جذر 3 لا ينتمي إلى كو، دونك نفس الطريقة وهي برهان بالخلف. اون سيبوز سيبوزون كو جذر 2 زائد جذر 3 ينتمي إلى كو، دونك اون الوغ جذر 2 ناقص جذر 3 بدوره كينتمي الى كي، علاش؟ كار لا راسين دو 2 موان لا راسين دو 3 فهو كيساوي لنا ناقص 1 على لا راسين دو 2 زائد لا راسين دو 3، دونك وبالتالي فلا راسين دو 2 اللي كنعرفوا بانه هو سي ان نومبر ايغاسيونيل لا ينتمي الى كي، دونك حسب برهان سابق تراسين دو دو كيساوي لنا واحد على 2 عامل لي لراسين دو دو زائد لراسين دو 3 زائد لراسين دو دو ناقص لراسين دو 3. كتبنا لراسين دو دو على هذا الشكل لان وجدنا حنا الا افترضنا ان لراسين دو دو زائد لراسين دو دو ينتمي الى كي، غنلقاو ان كذلك لا راسين دو 2 موان لا راسين دو 3 ينتمي الى كي، ومجموع عددين ينتميان الى كي كيعطينا واحد العدد كينتمي الى كي، نضربوه في واحد على 2 كذلك كيبقى كينتمي الى كي، دونك وبالتالي حسب هذا الافتراض غنوجدو ان جذر 2 كيساوي لنا التعبير ينتمي الى كي، سوكي ابسورد سوكي ابسورد كار la racine de 2 la yentami et la q. Donc on conclut que anna la racine de 2 zaid la racine de 3 la yentami et la q. بالنسبه للتمرين الثاني la racine de 6 est un nombre bien انه un nombre irrationnel. Donc نفس طريقة البرهان اللي كان عندنا لا راسين دو واحد لو نومبر ان، هاد ان لما كانش كيتكتب على شكل ان كاري بارفي مربع كامل اي على شكل تي او كاري فهو كيكون ان نومبر ايغاسيونيل، كنبينوها كنفترضوا ان هاد ان يكتب على شكل بي على كي حيث بي بي كينتمي لزد اي كي كينتمي لان اتوال، و اي بي اي كي اوليا فيما بينهما، من بعد كنوجدوا ان كنوجدوا الى افترضنا ان هاد لاسين ديال ان كيتكتب على شكل هاد بي سور كي حيث بي كي اوليا، من بعد كنلقاوهم انهم غير اوليا فيما بينهما، كنلقاو عندهم شي قاسم مشترك، دونك وبالتالي كنستنتجوا ان هاد لاراسين دو ان الا ما كانش كيتكتب على شكل دي او كاري كنلقاوه انها سي ان نومبر ايغاسيونيل. نفس الطريقة هنا كذلك on suppose que فقط كيكون الاختلاف كتم احيانا في هذوك القواسم المشتركة ديال P و Q، donc on suppose que la racine de 6 est un nombre donc bien appartient à Q. ومنه فهو يكتب على شكل
P à la Q, Heito avec P yantami et la Z et Q yantami et la N étoile et P ma Q awalian premier entre eux awalian fait ma bena ma qasim mushtarak l'akwa dialo le huwa wahed. Donc minhu fa la racine du 6 li kessawna P sur Q. On a alors 6 fq au carré, ça on a p au carré. Ou minou, had 6 on peut le faire à la forme 2 3 fq au carré, ça on a p au carré. Ou minou, donc on a alors p au carré est un nombre de n'écrit à la 2 ضربه في التعبير. Donc ينتمي الى z donc p au carré est un nombre pair et par suite كنعرفوا ان الا كان p au carré un nombre pair ف p كذلك غتكون pair يمكن البرهان عليها بسهوله بفصل الحالات p كيساوي 2 k او p يساوي 2 k زائد 1 ك رفعوا الكل اس 2. Donc, Tchadi, et par suite, P est un nombre pair. Dans le cas P est un nombre pair, il y a juste un cas qui est un Z. Donc, on a tabou un cas min Z. Donc, il y a juste un cas min Z. Donc, P est un cas. Et maintenant, il y a un cas qui est un cas. Q au carré qui est un P n'aura pas de 2K donc 4K au carré n'est-ce l'eau de 2 elle est 2 3 donc au minou 3 Q au carré qui est un 2K au carré au btali qu'est-ce que un Q un nombre pair. لأن 3 في كيو كاري كتساوينا 2 في كيو مربع. دونك هنا لوغ كيو كاري كيو مباشرة كيو لأن كانت كيو كاري أن نومبغ بيغ عدد زوجي فكيو كذلك أن نومبغ بيغ هنا لوغ كيو أن نومبغ هنا تخوفي لقينا أن إلا كان لا غاسين دو 6 كيكتب على شكل بي او كي دونك كنتامل كي فوا كتب لا لا الى كي فوا على شكل بي على كي دونك حيت بي و كي اوليا فيما بينهما. من بعد لقينا ان بي ان بي زوجي و ك زوجي دونك عندهم واحد القاسم اخر اللي هو 2 ومنه فهما ليس اوليا فيما بينهما. وبالتالي وجدنا واحد التناقض سوكي دونك سوكي ابسيرد اون كونكلي دونك لا راسين دو 6 اون كونكلي ك لا راسين دو 6 لا ينتمي الى ك. الثاني التمرين مونتري بغينا نبينو ان لا راسين دو 3 اي نومبر ايراسيونيل ذلك غنستعنو اولا غنبينو الا كان مونتري كو الا كان كي او كاري ان ميتيبل دو 3 مضاعف 3 فهذا بالضروره يستلزم ان كي كذلك غتكون ميتيبل دو 3 لذلك غنعتمدو على البرهان بالخلف. دونك سيبوزون كو كي او كاري ايتا ميتيبل دو 3 مضاعف دو 3 اي Q ne l'est pas. Les abimodaf, les trois, ne l'est pas. On va trouver une contradiction. Je doute un accord. Donc, il a qu'un Q n'est pas multiple de 3. Fawa Q yuksab à la chakel. Tlata K, haïto K, kintamizid, zaid wahed. Ou Q qui saoui tlata K, zaid itnan. Donc, l'halaloula, c'est K qui saoui na.
3 ك سي كي كيساوينا 3 ك زائد 1 قلنا الوغ قلنا الوغ كي او كاري كيساوينا 9 ك او كاري زائد 6 ك زائد 1 كيساوينا 3 عامل 3 ك او كاري زائد 2 ك زائد 1 دونك اونوري الوغ Q au carré n'est pas un multiple. Mais quand je m'en vais, on n'aurait pas alors on n'aurait pas un multiple. De 3. L'hala tania. Si Q qui est un a, tlata k zaïd et nan. Donc, reconnaît na Q au carré qui est un a. 9 ك زائد دونك 3 في جوج جوج دونك 12 9 ك او كاري زائد 12 ك زائد 4 كيساوي لنا 3 عامل 3 ك او كاري زائد 4 ك زائد 1 زائد 1 لا ميم شوز اون نوغي الوغ اون نوغي الوغ Q au carré, donc il a un cas qui est offert à Itnan, Tardid, Tlata, donc on aurait alors Q au carré n'est pas un multiple de 3. Ouais, mais nous, qu'il t'a jamais le il y a un donc qu'est-ce que je m'aide من إلا كان كيو كاري ملتبل 3 فالضرورة غيكون عندنا هذا كي كذلك ملتبل 3 الآن سنستغل نتيجة هاد النتيجة باش نبينو أن لا راسين 3 إتا نومبر إيراسيونيل Donc, nous avons dit que on suppose que la racine de 3 appartient à Q. Donc, Fawa et Octab à la chacune P à la Q, Heito avec P yantami et la Z et Q yantami et la N étoile et P et Q أوليان فيما بينهما premier entre eux ومن هو غيكون عندنا دونك عندنا لا راسين دو 3 كتساوينا P على Q دونك نوري alors 3 في Q أو كاري نرفعو الكل إلى أو كاري دونك 3 في Q أو كاري كتساوينا P أو كاري ومن هو P أو كاري يكتب على شكل 3 في Q أو كاري دونك نوري alors P au carré est un multiple modaf est un modaf tlata est un multiple de 3 et par suite natijata le soual sabiq fa P kadalik est un multiple de 3 raikoun est un multiple 2, 3. Et donc, il y a P multiple de 3, fa huwa yuktab ala shakl donc P qui est sawina 3 k. Donc, on aurait alors 3 f q au carré. Katsawina naoudo P 3 f k. Donc, on a 3 k au carré. N'khtaz le 3 minuna minkita tarafain. Donc, q au carré katsawina 3 فكا او كاري وبالتالي كيو كاري كتساوينا 3 فكا او كاري وبالتالي فا كيو او كاري دونك اون نوغي الوغ كيو او كاري ايتا ميتيبل دو 3 مضاعف 3
et par suite غادي تكون كذلك et par suite نتيجة هذا السؤال السابق كما رأينا et par suite q دورها est un multiple de 3. On a trouvé alors que P est un multiple de 3 et Q multiple de 3. On a trouvé alors que 3 divise P et divise Q. Donc 3 est un diviseur commun de P et Q, alors ils ne sont plus premiers entre eux. Donc, la racine de 3 est un nombre irrationnel. Chocolat de la commune,